يعني انت اليوم موضوعك ليش رفضت مثلا؟ اي ليش رفضت؟ يعني بس انا ايش دا اسوي هسه؟ دا انطي حلول حتى لا ترفض. سجلوا ورقه وقلم اخوان، جيبوا لي قلم راح يفيدكم هذا الكلام. يفيدكم ناكل الامور. قبل لا تشوفوا ليش رفض الشخص راح انطيكم الحلول حتى لا ترفضون. تمام؟ وانت شكلك مترقب. مبدئيا اول شيء واهم شيء من لا تحكي عن نفسك هوايه. يعني لا تظل اني كذا واني كذا واني كذا، انت مو سوبرمان زمانك حبيبي يعني. على كيفك شويه ويانا. يعني شويه مره منها حكايه منك، مره حكايه منها، اسمعها شويه، خليها تسمعك، اصبر لها شويه عيني، خلي تحكي، خليها تاخذ مساحتها. انت بابا انت اللي تحبن واحد يثرد هواي سوالف. لا 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 الانسان الواعي ما تحب. والله نكذب، تحبن الكذب. لك 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 منو تحب الكذب؟ النسوان. الكذب بلح الرجال، الكلمة الشهيرة والمعروفة. اي اي مو النسوان. النسوان شو عليها؟ النسوان صريحة، تحس تقول لك. والله شو تعيش تقول لك؟ النسوان يحب زين خليني اقول لك شغلة. النسوان يحب السوالف فهو يكذب الولد، شو يسوي؟